قالك بيسخن النهاردة عشان بعد كده هتقلب سواد على الكل. وانا بقولك طب وانا مالي، مش دعوة باللي انت بتقوله. عارف شخصيتي من سنة فاتت لو كانت بتمر بنفس التجربة اللي بمر بيها دلوقتي كانت هتحاول تقاوم، تحاول تقاوم، تحارب، تلاقي مليون سبب يخليها تفضل موجود أو تخليني أفضل موجود، وأحاول أصلح اللي أقدر عليه على قد ما أقدر. معرفش كنت هقنع نفسي بحاجات زي دي لحد إمتى، بس أعتقد إني من سنة فاتت كنت إنسان أناني ممكن تقول، أو صامد زيادة عن اللزوم، بيقنع نفسه إن مفيش حد أحسن منه. لكن السنة دي أولها لحد دلوقتي أنا أسوأ بشكل من نفسي، أنا أسوأ نسخة مني. تعرف الوحش لما تدرك حاجة زي كده، مش إن أنت بتفوق، المشكلة إن أنت بتفوق متأخر. بعد ما شيطاني كان خسرني بالفعل كل حاجة معايا، كل حاجة حبيتها واتعلقت بيها. يعني لو الموت شيء مؤلم فأكيد مش بنفس الألم اللي حاسه دلوقتي. عارف لما تلوم نفسك عشان تحاول تصلح اللي عملته فتلاقي ان مفيش حاجة عشان تتصلح، خلاص كل حاجة خلصت. وقت صعب جدا، ثواني بقت دقايق، دقايق بقت ساعات، ساعات بتتحول لسنين بتعدي وانا مظلم. انا فاكر ان انا امبارح وقفت قدام مراية وبصيت في وشي ومعرفتش انا مين، انا بعمل ايه، أنا شخص فشل في كل حاجة بدأ وأحاول فيها، حتى أقرب ناس ليا بعدوا واختفوا، لقوا حياتهم وفرحتهم بعيد. بدأت أوصل للمرحلة اللي معرفش هيكون فيه أكتر من كده إزاي، هيكون إيه تاني ممكن يحسسني بألم أكبر من اللي حاسه دلوقتي. السؤال اللي فضل يدور في دماغي من امبارح لحد النهاردة، ازاي ممكن الحياة تكون مؤلمة عن الموت؟ مش قادر اعمل حاجة، كل اللي عايزه ان الاحساس ده يروح وان ذاكرتي تتمسح بس. كل صورة، كل صورة في ذاكرتي بحكاية وذكرى فرحة مختلفة. الحاجات دي كلها كنت قاعد بفكر فيها وبفتكرها وانا قاعد بقرا مذكرات الحج طلبة اللي المفروض جثته جوا اوضته دلوقتي. انا حاسس ان انا اتحبست في الحكايه دي، حاسس ان جاهون بيلعب بيا انا كمان. ولا انا اللي سلمت نفسي؟ قفلت الدفتر وانا في دماغي حاجة واحدة بس اعملها، اني اروح للشيخ اللي كان بيقول عليه الحج طلبة. قمت من مكاني ورحت على باب الشقة بالمفاتيح اللي معايا، حاولت افتحه، بالفعل الباب فتح معايا، لكني سمعت وقتها جوه صوت جري. رجعت وقفت على اول الطرقة وبصيت على جوه، شفتها، ست اللي لابسة اسود واقفة وعلى ايدها طفل واقف بيعيط، بيعيط لأنها حاطة سكين على رقبته، بتحاول تستدرجني، عايزاني أبعد عن طريق الباب، مش عايزاني أخرج منه، وطول ما هي عايزة كده يبقى أنا ماشي صح. سبتها وخرجت، أنا سامع الطفل بيعيط وبيتدبح. خرجت من العمارة لقيت واحدة تانية قاعدة على مدخل العمارة برقلي. استعذت بالله من الشيطان وسميت الله. لقيتها قامت جريت على جوه. جوه ده فين؟ جوه ده اللي هو تحت السلم، الضلمة اللي ما فيهوش حاجة ولا أوضة ولا حد. نورت فلاش موبايلي من بعيد على هناك وفعلا ما لقيتش حاجة، مجرد حيطة. الساعة كانت كام؟ الساعة كانت حوالي 6:30 المغرب على ما أتذكر. بعد دقيقتين بالظبط أذان المغرب، هو ده اللي كنت محتاجه. رحت على أقرب مسجد في المنطقة على حسب وصف عم طلبة. دخلت ولقيت الشيخ اللي كان الحاج طلبة اتكلم عنه وكاتب عنه، نفس الشكل والمواصفات اللي موجودة في الدفتر. أعمل إيه بس؟ حظي دايما بيقع مع الشيوخ. بمجرد ما خلص الأذان مسكته من هدومه وقلت له الحاج طلبة مات في شقته. الناس طبعا جريوا عليا شدوني، والشيخ ساكت ومتنحلي. بقيت أزق الناس يمين وشمال وأنا بجري عليه بقول له أنت السبب في موته، أنت لو كنت ساعدته ما كانش حصل اللي حصل، أنت شيخ أنت. بدأ الناس نوعا ما يسيبوني ويحاولوا يفهموا في ايه. كان كل الناس الموجودين اعمارهم كبيرة. اتكلم واحد وقال حرام يا جماعة، احنا في بيت ربنا ما ينفعش نتخانق، خلينا نصلي فرض ربنا وكل واحد يتكل على الله ونشوف ايه المشكلة ونحلها. وانت يا ابني ادخل اتوضى واغسل وشك، وبعدين ايه ده مال دراعك ملفوف وبينزف كده ليه؟ لا لا يا شيخ سليمان شكل الموضوع كبير. قلت لهم انا تمام ما تقلقوش، بس الراجل اللي واقف قدامكم ده كان يقدر يلحق انسان واكتفى بانه يقول له يمشي من بيته. يا اخي انت شيخ انت. شدني الناس على جنب بالراحه وقالوا لي تخلص صلاه المغرب واعمل اللي انت عايزه، احنا في بيت ربنا، حرام اللي انت بتعمله ده ما ينفعش. واحد قال لي استنى خليك موجود، انا هتصل بابني يجي يخيط لك الجرح ده، ثواني. عدت نص ساعة، كان ابن الراجل بالفعل بيخيط الجرح، وكان قاعد معايا كام واحد من الرجالة الكبار بيحاولوا يعرفوا مني أي حاجة، بس ما كنتش برد على حد فيهم. نفس الكلام مع الشيخ. طول القعدة كنت باصص للشيخ ده من بعيد، هو بيبصلي وبيحاول يبعد نظره عني، لحد ما لقيته بيقوم بيمد ايده واحده واحده بيحاول يجري. قمت جريت وراه والناس طبعا كلهم جريوا معانا لحد ما نطيت على ظهره ولفيت دراعي على رقبته وجريته معايا، رميته على الارض قدامي والناس ملفوفين حوالينا ومحدش فيهم بينطق. قطعت الحبل او الفتله اللي كان بيتخيط بيها دراعي وشكرت الدكتور ووطيت قدام الشيخ، قلت له دلوقتي شكلك قدام الكل زي الزفت، عايز تجري اتفضل اجري، وسعوا له يا جماعه وسعوا له من فضلكم، اتفضل امشي لو عايز، بدل الطريقه في 1000 اللي هقدر اعرف بيها اللي بيحصل هناك، بس عمرك ما هتقدر تبص في وش حد من الناس هنا تاني. ها قاعد ليه؟ ما تتفضل. فجاه لقيته زي ما يكون انفجر وبيزعق في وشي وهو بيعيط وبيقول لي انت ما تعرفش اي حاجه عن عماره زهير. ولا تعرف الراجل ده كان عامل ازاي ولا عمل ايه، انت واحد غريب سمع حكايه من بره وخلاص، اصل انت لو شفت اللي احنا شفناه ما كنتش هتقدر تفتح بقك. بمجرد ما الراجل ده قال اسم زهير لقيت كام واحد من الموجودين بيمشوا، بالفعل بيمشوا من المكان، واللي بيحط ايده على دماغه واللي بيقول لا حول ولا قوه الا بالله، واللي رجله ما شالتهوش وقعد على الارض، واللي حط ايده على كتفي وقال لي امشي، لو انت جاي عشان تفتح السيره دي فيا ريت تمشي من هنا، احنا كفايه علينا قوي لحد كده. انت يا ابن الناس بتتكلم في حكايه تبهدل فيها صغيرين قبل الكبار، المشكله مش منك يا ابني ولا من الشيخ سليمان، المشكله في اللي بنى العماره، وهو عارف مكانها كان ايه، بس كان صمم عافيه انه يبنيها ويسكن فيها ناس كمان، الله يسامحه بقى. الناس قوموا الشيخ من على الارض وهدوه وبداوا يتحركوا كلهم على بره. قلت لهم يعني ايه؟ يعني خلاص هتسلموا امركم وخلاص؟ طب والناس اللي ساكنين فيها، الناس دي حياتهم وحياه عيالهم باظت من يوم ما سكنوا في العماره، اعتبروهم ولادكم قرايبكم، ذنب ولادهم ايه طيب؟ هو انتوا ازاي بالسلبيه دي؟ هتسكتوا على اللي بيحصل وخلاص؟ اتكلم واحد وقال لي عشان انت مش هتبقى احسن من اللي سبقوك، اكتر واجدع منك حاولوا يعملوا حاجه وانتهى الوضع بيهم بموتهم او جنانهم. قلت له يبقى يا سيدي انا اللي هتجنن وهموت، مش عايز مساعده منكم، انا كل اللي عايز اعرفه الحقيقه. اتكلم الشيخ اللي كان اسمه شيخ سليمان وقال لي تمام انا هحكي لك، بس بعدها مش عايز اشوف وشك هنا تاني. قلت له وانا موافق. لف الرجاله وقتها ناحيتي وقعدوا معايا، وبدأ سليمان يحكي الآتي بالظبط. بص يا اسمك ايه؟ قلت له دكتور عمرو. ومن فضلك انا مش بشحت منك ولا تحب اقول للناس على اللي انت عملته. قال لي انت مش فاهم حاجه. قلت له اتفضل فهمنا يا عم الشيخ. هل الحكايه دي جزء منها سمعته وجزء منها شفته، بحكم اني كنت صغير وقتها، كنا عايشين حياتنا عادي وزي اي حد، وكانت الارض عاديه جدا مفيهاش اي حاجه، بس ما كانش فيها نفس العماره اللي موجوده دلوقتي، كانت عماره تانيه، انا ساكن في نفس الشارع بتاعها من ساعتها لحد النهارده يعني. المهم في مرة كنت راجع من المدرسة عادي زي أي يوم، ولقيت راجل ماشي مع 2 ستات منتقبات وبنت، بنت لافة طرحة على دماغها بس شعرها باين، يعني مجرد طرحة ملفوفة وخلاص، تديها بنت في العشرينات كده. وبالصدفة بصيت على وشها وما شاء الله البنت كانت حلوة، البنت كانت حلوة لدرجة إن شكلها ما يوحيش إنها من هنا من مصر يعني. كانوا ماشيين رايحين ناحية العمارة اللي كانت موجودة، واتكلموا مع راجل كان موجود، واللي عرفته بعد كده ان ده كان صاحب العمارة، وكلم ناس يجيبوا له واحد او حد بعياله ومراته يشتغل بواب على العمارة بتاعته. كانت عمارة اكبر واحلى من دي بكتير، كانت عمارة فيها الروح، كل سكانها ناس جميلة ومعروفين في المنطقة كلها، وكنا كلنا اهل واصحاب بندخل بيوت بعض زي بيوتنا. ومن يوم الراجل ده ما جه وحال المنطقة كله اتقلب، لا بقينا طايقين بعض ولا بنبص في وش بعض، والناس صحيوا من النوم كارهين بعض، والكل بقى غريب عن التاني. الصغيرين في المنطقة هم اللي لاحظوا الموضوع ده، بس احنا كنا عيال ما قدرناش نقول حاجة، كنا بنشوف اهالينا بيستغربونا ازاي بنتكلم وازاي لسه صحاب كأطفال، لكن اللي كان مولع ودمه محروق مننا هو البواب الله يلعنه. اللي عرفناه عنه وقتها ان كان اسمه زهير مطاوع الدخخني، زهير ده الاسم الثلاثي اللي احنا نعرفه عنه، وعرفنا برضو ان الدخخني دي كانت اسرة كبيرة موجودة من البلد اللي هو جاي منها، بس معرفناش بالظبط ايه هي البلد اللي هو جاي منها لانه ما كانش بيتكلم او بيقول، لما حد كان بيتكلم معاه كان بيقول له بلد من الارياف وخلاص. الاتنين اللي كانوا معاه كانوا مراتاته، البي كان متجوز 2، والاتنين اعوذ بالله غضب ربنا كان على وشهم، كل واحدة منهم كان صوتها وشكلها وطبعها اسوأ من التانية، تشوفهم وتشوف البنت تقول مستحيل دي تكون بنت واحدة فيهم، ولا حتى بنت زهير، يعني زهير ما كانش امور برضه، زهير كان محروق، كان عنده حرق طالع من صدره واكل نص رقبته ووشه كمان او نص وشه، منظره والعياذ بالله كان كأنه طالع من جهنم. المهم بعد كده اللي حصل ان شباب العمارة كانوا ناس كلاس مستويات عالية، كان كل واحد منهم بيحاول يلفت انتباه البنت شوية بحكم ان هي زي ما قلت لك جميلة. الغريب او ممكن تقول المتوقع شوية لو انت هتفكر بطريقة الناس، ان البنت كانت بتستجيب وبتتكلم مع ده شوية وتهزر مع ده شوية. قلنا وقتها ان البنت كانت قاعدة في بلدها محرومة من الكلام والتعامل، فالمسكينة ما صدقت انها شافت او عرفت حد، لكن كنا غلطانين وظلمناها بتفكيرنا. مسكينة كانت بتحاول تعرف اي حد عشان يتجوزها وينشلها من الضياع اللي كانت فيه، وده برضو كان وجهة نظر البعض مننا. لكن اللي حصل بعد كده كان عكس كل ده تماما. العمارة تدريجيا بدأت تفضى، والله بدأت تفضى من الناس. كل يوم نلاقي حد لامم حاجته وعزاله وماشي من المنطقة كلها، ولما الناس تحاول تسأل تعرف البشر دول بيروحوا فين مش بيقولوا، كأنهم عاملين عملة وبيهربوا منها. شقة في التانية في التالتة والعمارة كلها فضيت، ما تبقاش غير زهير وعيلته. كان حارس على عقار فاضي. واحدة واحدة لقينا زهير مش موجود تحت، واللي عرفناه انه اخد شقة من الشقق الفاضية بالتحديد في الدور الاول، اخدها من صاحب البيت بحجة ان البيت كله فاضي فمش هتحصل حاجة لو اخدوا شقة قعدوا فيها. المشكلة ما كانتش في كده، المشكلة ان الاستاذ بقدرة قادر بقى صاحب العمارة، والله زي ما بقولك بقى صاحب العقار كله. تقول ازاي وامتى متعرفش. كل الحكاية دي طبعا ما حصلتش في يوم وليلة، ده حصل في سنين طويلة. كنت انا كبرت وبقيت قادر اقف على رجلي واروح واجي، وفضولي وفضول الناس وقتها كان وصل لاخره. الحقيقة ازاي الراجل ده وصل للحال اللي عليه، من مجرد بواب لصاحب عمارة بقت فاضية بقدرة قادر. كنت بشتغل وقتها مع والدي في محل القماش بتاعنا، وفي الاجازات كنت بقعد في المسجد هنا، وبقيت أأذن فيه من صغري، وممكن اقولك اني التزمت الحمد لله. كنت كل مرة بسمع كلام عن زهير ولا حد بيقول حاجة عنه كنت اقول ملناش دعوة، خلينا في حالنا وانا مالي. بس اللي حصل في ليلة كان حاجة هزت المنطقة كلها. فاكر التاريخ بالظبط، كان 5/1 بالتحديد، الساعة 1:01. الشارع كله نايم، ناس مقتولين من التعب بيجروا ورا لقمة عيشهم الصبح في أول النهار. الجو بره عبارة عن شتاء، برد، رعد، وسقعة. الكل تحت البطاطين نايم ومتدفي بعد يوم شغل طويل. ونسمع كلنا من بيت زهير صوت، ربنا وحده بس أعلم الصوت ده طالع ازاي. كان صوت زهير، بس كنا أول مرة نسمع صوته بالعلو والضخامة دي. الراجل زي ما يكون اتحول لوحش مثلا، أو في 10 رجالة بيتكلموا مع بعض. اتكلم وقال جملة واحدة بس، قالك أنا بس بسخن النهاردة عشان بعد كده هقلبها سواد على الكل. ورد عليه صوت بيقوله طب وأنا مالي، وأنا مالي، أنا ماليش دعوة باللي أنت بتقوله ده. كمل وقال وانت مالك؟ يعني ايه وانت مالك؟ هو انت فاكرة ان اللي عملته في امك واخواتك ده حاجة؟ كله بيتحضر لجهون، كله بيتحضر لجهون. وهو انت فاكرة ان اللي عملته في امك واخواتك ده حاجة؟ ده انا بسخن بس النهاردة عشان بعد كده هنبقى سواد على الكل. وانت مالك؟ يعني ايه وانت مالك؟ كله بيتحضر لجهول، كله بيتحضر لجهول. طبعا انا لو قلتلك ان المنطقة كلها اتلبشت هكون مش ببالغ. البيوت كلها نورت وكله في حالة صمت. ياريت الصوت وقف لحد كده، لكن لأ، الصوت كمل بصوت صويت وضرب. الصويت ده كان صوت البنت طبعا. سمعنا صوت هبد الباب وصوت عياطها مكمل لحد ما وصل للشارع. انا ما قدرتش بصراحه استحمل اكتر من كده ونزلت من البيت جري. امي وابويا واخواتي بيجروا ورايا بيحاولوا يمنعوني وبيقولوا لي ملناش دعوه يا ابني ملناش دعوه، لكن ما كانش هما الوحيدين اللي بيقولوا كده. الحقيقه المنطقه كلها تقريبا وقتها قالوا ان احنا ملناش دعوه. طب والمسكينه اللي في الشارع دي، حد يسيب بنته في وقت وجو زي ده في الشارع؟ نزلت وانا معايا جاكيت تقيل ورحت ناحيه الصوت. الرعد وقتها كان بيهز الارض من قوته. فضلت اجري لحد ما لقيت البنت قاعده على بوابه العماره بتعيط ومقرفصه في نفسها من البرد. جريت عليها غطيتها بالجاكيت وقلت لها تقوم معايا. قامت بالفعل وفضلت تمشي معايا لحد البيت عندي. الحمد لله عندي اختين بنات فاخدوها على اوضتهم. مش محتاج اقولك اكيد ان الشارع كان فاضي ومفيش مخلوق فتح شباكه حتى، واقدر اقولك برضو ان محدش نام ليلتها. والدي والدتي طول الليل بيعاتبوني على اللي عملته وعلى تصرفي، ازاي اتصرف من نفسي واعمل حاجه زي دي. واقدر اقولك ان مكانش عندي رد الحقيقه، مكنتش لاقي حاجه اقولها غير انها ثابت عليا مش اكتر. كل ده واحنا في دماغنا ان البنت سلوكها وتصرفاتها وحشين. تاني يوم الصبح بعد اذان الفجر بساعتين تلاتة خرجت البنت من الاوضه مع اخواتي واحنا قاعدين بره. والدتي كانت محضره فطار، غصبت على البنت تاكل بالعافيه لان كان شكلها شبه الجثث تقريبا، حلوه وجميله وكل حاجه لكن رفيعه جدا وتحت عينيها اسود كانها مش بتشوف النوم. البنت فضلت تاكل بنهم شديد زي ما تكون ما صدقت. منظرها خلانا نسكت نتفرج واحنا ساكتين بس مش لاقيين حاجه نقولها، لحد ما البنت ادركت نظراتنا ليها وبدات تعيط على حالها متضايقه على الحاله اللي وصلت له. والدي لقيته بيقول لها ما تخافيش، احنا هنقف جنبك وهنفضل معاكي، احنا منعرفش اسمك، هو انت اسمك ايه؟ اتكلمت البنت وقالت ميروت، اسمي ميروت. كلنا استغربنا ورمينا نظرات لبعض لو حد فينا سمع غلط مثلا، لكن لقيناها هي اللي بتكمل كلام وبتقول عارفه انه غريب بس امي كان نفسها تسمي بنت بالاسم ده. بدأت تدمع تاني، فواحده من اخواتي طبطبت على كتفها وقالت لها لا 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 احنا عايزينك تاكلي كويس بقى وترمي عظمك مش عايزين عياط. ها والدي قال لي يلا قوم اجهز يلا عشان ننزل. قلت له طب مش هنفطر طيب؟ قال لي هنفطر في المحل يا ناصح قوم اجهز يلا. وانا رايح للاوضه سمعتها بتتكلم وبتقول لي شكرا ليك على اللي عملته، بس انا ما ينفعش اكون هنا دلوقتي، ابويا لو عرف اني هنا هيذبحني. لسه هفتح بقي لقيت والدي بيقول لها طب يبقى يقرب لك ويشوف انا هعمل فيه ايه، وفاكرها وكاله من غير لحقت ابويا وقلت له طب يلا يا حاج عشان ما نتاخرش على الوكاله، ها يلا بينا الله يكرمك. بالفعل اتحركت انا ووالدي على الدكان واشتغلنا وخلصنا اليوم وكله تمام ورجعنا البيت. بنفتح انا ووالدي باب الشقه وبندخل لقينا الشقه مقلوبه. كل حاجة متكسرة متبهدلة زي ما يكون في طور في البيت، كراسي مكسورة، حيطان عليها علامات زي ما يكون اتحدف عليها حاجات كتير او اتكسر حاجات كتير، ازاز متكسر في كل حتة، اللمض متكسرة وفي كام لمبة بتتهز وبتنور وتطفي لوحدها. بيتنا بقى بيت رعب. كل اللي جه عليا انا وابويا هو ان يكون ابو ميروت السبب زهير، بس اللي كان اهم وقتها هو امي واخواتي. طبعا دخلنا واحنا بننادي عليهم وبندعي من قلوبنا ما يكونش حصل لهم حاجه. والدي سمعته بيقول لي امك اهي امك اهي. جريت عليه لقيت امي مرميه في اوضتها ويادوب كانت باينه من وسط التكسير وبهدله الارض. شلناها وطلعناها بره واطمنا الحمد لله ان فيها نبض. سمعنا صوت سويت من الحمام، طرنا عليه، كان الباب مقفول. انا ووالدي اديناه كتف في التاني في التالت اتكسر الباب ودخلنا، والمشهد كالاتي: اختي في ركن الحمام عماله تتنفض وتصرخ زي ما يكون في حد بيكهربها، واختي التانيه نايمه على الارض بتطلع رغاوي بيضه من بقها زي ما تكون بتتخنق، دماغها ملفوفه وعلى دراعاتها كدمات زي ما تكون مضروبه. ابويا قال لي روح شد اختك بسرعه من ركن الحمام يلا. رحت عليها فعلا بحاول اهديها، يا بنتي استني، يا بنتي اهدي، ما تخافيش، انا اخوكي، انا سليمان يا حبيبتي اهدي. والدي مع اختي التانيه رافعها وبيضغط على بطنها علشان تحاول ترجع وبيطبطب على راسها وهي عماله فعلا ترجع وتنزل رغاوي كتير، لكن اقسم لك بالله وانا بحاول اهدي اختي واطمنها حسيت بحاجه بتتحرك جنبنا. نور الحمام كان مش شغال، ويادوب الحمام كان منور بنور الطرقه اللي هو اصلا خفيف، فمش مخلينا شايفين اي حاجه. للحظه هديت وسكت وانا بلف رقبتي ببطء، بشوف واحد طويل واقف ومنزل دماغه عليا بيبصلي وهو مبرق. عينه من وسعها كانت باينة في الضلمة. بصيت لي، سمعت اختي وقتها بتهمس وهي بتترعش تقولي انا خايفة، انا كمان جسمي ساب وما بقتش قادر اتحرك من مكاني. انا فضلت باصص للشخص ده وبحاول اقوم، مش قادر، اتخشبت مكاني وفضلت ثابت. المشكلة اني في حمام، يعني انا لا قادر ادعي ولا اقول قرآن، زي ما يكون بيجيبني للملعب بتاعه عشان يكون متأكد انه هيكون متحصن. روحي كانت بتتسحب مني وانا ببص في عينيه. صمت تام، كنت زي الغرقان اللي كل الاصوات اتكتمت وما بقاش قادر يسمع حاجه. كان صوت من بعيد بس هو اللي سمعه، صوت بيكرر حاجه مش قادر احدد ولا اعرف ايه هي، مجرد حاجة بتتردد بس. حسيتش بنفسي غير وانا بتجر من على الارض وبترمي برا الحمام، وانا وشي ثابت وباصص بس للعيون للشخص اللي كان واقف جنب اختي. وبيدخل في الاطار ده والدي اللي بيشيل اختي على كتفه وبيجري بكل سرعة برا الحمام وبيهبد الباب وراه. غمضت عيني واترميت على الارض فاقد للوعي تماما. صحيت بعد شوية على والدي بيخبط على وشي وبيقول لي اصحى اصحى يا ابني اصحى، متقلقنيش عليك انت كمان، اعمل معروف، فوق. قمت وانا باخد نفسي زي ما اكون غرقان وحد لحقني. مسكت في والدي وقلت له انا كويس يا بابا، متقلقش، انا كويس، طمن يا بابا، كويس، انا كويس. فين امي واخواتي، ما فين؟ اتكلم وقال لي امك فاقت لكن تعبانه جدا ومش قادره تتكلم، واخواتك في اوضتهم جوه، واحده منهاره وساكته والتانيه مغمى عليها. معرفش ايه اللي حصل يا ابني، قوم فوق بقى، قوم عشان تشوفهم معايا. قمت اتسندت على كتف ابويا كده وطمنته وبوسته من دماغه وقلت له ما تقلقش يا حاج، انا معاك، انا تمام اهو، ما تقلقش. علاقتي بوالدي كانت قويه جدا، فكنا احنا الاتنين يعني سند لبعض. قمت بالفعل واتحركت لأوضة إخواتي البنات. واحدة قاعدة على السرير مقرفصة بنفس شكلها اللي لقيتها عليه في الحمام، والتانية نايمة زي ما والدي قال لي بالفعل. دخلت طبطبت على أختي اللي قاعدة وبقيت أقول لها شش متخافيش متخافيش أنا معاكي خلاص أهو. حاول أطمنها والبنت عمالة تترعش وتاكل في ضوافرها وشكلها كان صعب عليا جدا. والدي قال لي بقول لك إيه، أنا هروح أطمن على أمك وأرجع لك، ها خليك مع إخواتك ما تسيبهمش. قلت له حاضر يا بابا متقلقش مش هسيبهم. فضلت أحاول أهديها وأسمي الله، وبمجرد ما ذكرت اسم ربنا لقيتها ثبتت وفضلت مبرقالي بصة في وشي. بس أول مرة كنت أخاف من أختي. بدأت أقرأ قرآن من اللي حافظه، أنا مكنتش زي دلوقتي أكيد، كنت كل ما بزيد في القراية بلاقيها بتضغط على أسنانها. دماغ أختي سخنت جدا، بدأت تزيد سخونتها لدرجة إنها كانت شوية وهتلسع إيدي. باب الأوضة اتهبت فجأة، وخلال كل ده لقيت السرير بيتهز بينا، بيتهز لأن أختي التانية كانت بتتنفض مكانها زي اللي بتتكهرب. ناديت على والدي، ناديت بكل قوتي. والدي جه على الباب حاول يفتحه لكنه ما كانش راضي يفتح. قال لي افتح يا سليمان، افتح يا بابا الباب مش راضي يتحرك من مكانه. قلت له اقرا يا بابا، اقرا قرآن، اذكر ربنا. سمعت والدي من بره بدأ بالفعل يقول أول آيات من سورة الجن، وبدأت أنا أكمل قراية في خواتم سورة البقرة. أبويا صوته بيعلى وأنا صوتي بيعلى معاه. النور بدأ يقطع في الأوضة، يروح ويجي، وفي كل مرة بيروح وبيرجع الأوضة حرارتها بتزيد. جو الأوضة ما كانش بيوحي نهائي إننا في الشتاء وفي بره هوا بيخبط في الشبابيك. وصولا بإن النور بقى يقطع ولما يرجع يظهر ناس في الأوضة. أنا شفت مراته الأولى وشفت مراته التانية، وبيظهر أطفال صغيرين، وبيظهر ناس تانية أنا معرفهمش ولا عمري شفتهم في حياتي. ناس هدومهم متربة زي ما يكونوا خارجين من القبور، أطفال صغيرة منهم المشوه ومنهم المتعور ومنهم المتعذب وبينزف. انا مكنتش هعرف ايه اللي بيحصل ولا مين الناس دي ولا في ايه بالظبط، بس الحاجة الوحيدة اللي كنت متأكد منها وقتها إننا في قلب حاجة أكبر مننا بكتير. كل اللي قدرت اعمله اني كملت قرايه. لقيت اختي التانيه بتترفع من على السرير، قمت وقفت وانا لسه حاطط ايدي على دماغها وهي بقت ترجع بجسمها لبعيد. بقيت اقرب بايدي عليها اكتر طول ما هي بتمشي ولازق ايدي في دماغها وبكمل، وهي بترجع بظهرها وبتقع من على السرير، بترجع لورا ناحيه ركن الحيطه لحد ما اختي نزلت دماغها. فضلت تترعش على الارض وهي بتتهز وتتكهرب على الارض. وساعتها الحمد لله ابويا كان فتح الباب اخيرا ودخل الاوضه، شاف المشهد اللي بيحصل، جرى على اختي اللي كانت مرفوعه وحط ايده فوقها وهو بيقرا وبيعيط من الخوف والحزن علينا، لحد ما الاتنين صرخوا مع بعض فجاه بالشكل خلى اللمبه في الاوضه تفرقع كلها. ساعتها اختي اتهبلت على السرير واللي قدامي فقدت الوعي. شلناهم انا وابويا وخرجنا جري من الاوضه. رحنا على اوضه والدتي اللي كانت لسه مش بتتكلم مكانها، بقت هي واخواتي جنب بعض، والدي قاعد على الارض حاطط ايده على دماغه ومش عارف يتكلم. انا كل اللي قلته لو حصل حاجه لامي واخواتي انا مش هسيب الراجل ده عايش. اتكلم والدي وقال لي هنعمل ايه، بس هنعمل ايه، احنا لسه حتى ما نعرفش اللي حصل. قلت له ايا كان انا مش هسكت. قال لي بس يقوموا بالسلامه، يقوموا بالسلامه ان شاء الله ونشوف. احنا قاعدين في الأوضة كان الباب مفتوح وشايف من بعيد عيل صغير بيجري، طفل. قمت وقفت والدي قال لي في ايه تاني؟ قلت له ولا حاجه يا بابا، خليك مكانك هنا، انا هشوف حاجه بره وارجع لك. طلعت من الاوضه بالراحه وبصيت بدماغي بره، لقيت خيال طفل بيجري من باب الشقه اللي كان مفتوح بالرغم من اننا قفلناه. خرجت من الشقه وكنت سامع خطوات بتجري على السلم، فنزلت وراه، بدات امشي وراه وهو كان بيستدرجني ناحيه بيته، بيت زهير. جزء مني خايف وجزء حاسس بغضب من اللي حصل مع امي واخواتي. اتحركت ناحيه البيت ودخلته، لقيت فيه دم على السلالم، دم على السلم وعلى الجدار. دوست على حاجه برجلي، لما بصيت فيها لقيتها ضفر، ضفر بنت بالتحديد، ضفر زي ما يكون مخلوع من الصباع نفسه. كملت طلوع على السلم وصولا للدور الاول، الدور اللي كان فيه زهير. ولما قربت من الشقه لقيت الطفل واقف بيبصلي وبيشاور لي على الشقه اللي كان بابها مفتوح. اتقدمت وانا رجلي بتترعش من الخوف، صورا للمشهد اللي خلاني افقد النطق تماما. زهير ومراته الاولى والتانية مدبوحين. ونور البرق بيضرب في وشوشهم. ميروت فين؟ الله أعلم. بصيت ورايا ما لقيتش الطفل اللي جابني لحد هنا. خفت وقتها البنت يكون حصل لها حاجة. دخلت وبدأت أنادي بصوت واطي ومبحوح عليها، لكن ما كانش فيه أي رد. الرعب رجلي ما شالتنيش، بقيت انزل وانا بتسند على جدار البيت وانا حاسس ان البيت فيه نار. البيت كان عباره عن جمره من النار والعياذ بالله، وبره الدنيا بتشتي ومغرقه الدنيا. سمعت ساعتها اذان العشاء، وساعتها كل اللي عملته اني وقعت على الارض وبقيت اقول يا رب، اقول يا رب وانا بعيط، بقول يا رب وانا منهار. اصل احنا ولا حاجه، احنا مهما لفينا واتنططنا وعملنا اللي ميتعملش، فاحنا ولا حاجه قدام رب العزه، رب السماوات والارض اللي احنا ولا حاجه بالنسبه له. ولما تضيق بينا وتقفل من كل الجوانب ما بيكونش عندنا غيره نلجأ له. على صوتي العالي بدأ الناس يطلعوا من البيوت، واللي ينزل يجري عليا، واللي ينادي على والدي، زي ما تكون دعواتي لربنا استجابت ووصل اللي ينجدني بالفعل. منظر الناس وهم جايين عليا وبيحاولوا يطمنوا عليا مش فاكر آخر مرة الناس بقوا مع بعض وساعدوا بعض كانت امتى. بس الحاجة الوحيدة اللي أدركتها الليلة دي هي إن ربنا كبير قوي، أكبر مما كلنا نتخيل، وإنه لما يدي درس لعبده بيكون من حبه فيه، عشان بعدها بيدوق حلاوة الفرحة لأنه بيحس إنه تعب عشان يوصل ويستاهلها. شالوني وسندوني الناس على بيتي، فقلت لهم لأ لأ خدوني المسجد، أنا عايز أصلي العشاء. وزي ما يكون ربنا خلاني ليلتها سبب في ان المنطقة كلها ترجع تصلي مع بعض تحت سقف مسجد واحد، والمسجد اتملى من تاني بالناس اللي بتذكر ربنا وبتدعيله وبتسجد له. وبعد ما خلصت الصلاة قلت لهم على اللي شفته في بيت زهير وخلاني انهار بالشكل ده. وطبعا اول ما قلت كده جرى جزء من الناس على هناك علشان يشوفوا اللي حصل، واتبقى جزء التاني منهم معايا. حكيت لهم على اللي حصل من امبارح بالليل وامي واخواتي حصل لهم ايه. لحد ما فين وفين اتكلم واحد من كبار المنطقة كان اسمه عم جابر، قال لي يا ابني انت ما تعرفش ايه اللي حصل لصاحب العمارة اصلا؟ ده الراجل دماغه اتلحست من بعد ما الجدع ده جه سكن في العمارة. يا ولدان الراجل بقى بيكلم نفسه، وشوية الناس يشوفوه بيضحك، وشوية بيعيط، وشوية يجري، وشوية يقلع. ولاده ومراته واهله دايخين بيه على المستشفيات والدكاترة والشيوخ، ومفيش حاجة جايبة نتيجة. الراجل لا حول ولا قوة الا بالله، بقى على الله حكايته. هو مش من المنطقة هنا اصلا، بس انا سمعت عنه الكلام ده، وده اكتر من حد هو اللي اكد لي انه شافه بعينيه على الحال ده. قلت لهم طب يا جماعة مين زهير ده يا اخوانا؟ مين الراجل ده ومين اللي معاه دول وحكايته ايه بالظبط؟ محدش اتكلم وقتها لان محدش كان عارف فعلا. لكن اللي فكرت فيه وقتها هو ان اللي يعرف الكلام ده هو الشخص اللي جاب زهير ده لصاحب العمارة من الاول. وقتها اخدت عنوان صاحب العمارة، واخدت عهد بيني وبين ربنا ان لو الغمة دي عدت علينا بسلام هكون شيخ للمسجد، وهكرس حياتي كلها للمكان ده وبس. عدى كام يوم بعد الليلة دي. أمي نوعا ما بقت كويسة بتتكلم، لكن كلامها محدود جدا. اخواتي واحدة منهم ناسية تماما كل حاجة، ودي اللي كانت نايمة، أما التانية اللي كنت بقرأ عليها فاكرة وعارفة كل حاجة، لكن قعدت فترة طويلة على ما خفت وبقت قادرة ترجع تاني زي ما كانت. زهير ومراتاته اتدفنوا في مقابر الصدقة، ومفيش مخلوق سأل ولا حاول حتى بس يقرأ لهم أو حتى يدعي لهم بكلمة، بالرغم ان الناس ما كانتش عارفة عنه اي حاجة، ولا هو يعتبر عمل حاجة وحشة لحد بشكل مباشر، الا ان ما كانش فيه انسان طايقه، وكان الكل بيعتبره شؤم عليهم وعلى المنطقة كلها. لحد ما قررت في يوم اني اروح لصاحب العمارة بعد ما اخلص شغلي مع ابويا. ما كنتش قلت له الموضوع ده اكيد، لكني كنت متفق معاه اني هشتغل نص يوم النهاردة وهعوض النص ده في يوم تاني. الشغل شغل برضه. مهم اليوم ده والدي كان هادي على غير العادة وساكت، بحكم اني اغلب وقتي معاه فكنت قريب منه جدا. سألت وقتها اكتر من مرة مالك يا حاج، في ايه يا حاج، هادي ليه النهاردة، حصل ايه، لكنه كان بيتجاهلني او بيقول لي مفيش حاجة. وقبل ما امشي بحوالي نص ساعة لقيته بيقول لي بلاش. قلت له ايه بلاش يا حاج؟ قال لي بلاش اللي في دماغك. قلت له اللي هو ايه اللي في دماغي؟ قال لي انت مش واخد النهارده نص يوم عشان تروح لصاحب العمارة تتكلم معاه؟ عمك جابر قال لي ان انت سألت على العنوان واخدته منه. ابعد ابعد يا سليمان، خلاص ابعد وسيب الموضوع ده يعدي. الراجل مات وانتهينا، ملوش داعي ندور في حاجات ملناش دعوة بيها، ممكن تجيب لنا وجع الدماغ والمشاكل. قلت له بس بالراحة بالراحة ثواني، وجع دماغ ومشاكل ليه؟ انا هتكلم شوية بس مش هعمل حاجة تاني. قال لي عشان اللي امك واخواتك شافوه ليلتها ما كانش بسيط. قلت له هي ماما حكيت لك حاجة؟ قال لي اه حكيت لي، وزي ما بقول لك يا ابني انه خطير وكبير ملناش دعوة بيه احسن لنا. قلت له طب احكي لي اللي حصل. طيب انا من حق اطمن على امي واخواتي برضو. قال لي كل ما بتحاول تكون ناصح بعرف افقسك يا ابني، انت يا ابني يالا وعارف دماغك ماشيه ازاي، انا كنت زيك في وقت من الاوقات. فضولك ده يا سليمان هيوديك في 60 داهيه والله. قلت له والله وحتى لو ما رحناش للداهيه هي اللي بتجيلنا برجلها يا حاج. المهم ايه اللي حصل احكي لي. قال لي امك قالت لي من بعد ما انت وسليمان نزلتوا للشغل البنات اخدوا ميروت لاوضتهم وناموا كلهم، واطمنت انا كمان عليهم فدخلت انام انا كمان. وعلى حوالي الساعة 12 بعد صلاة الظهر قمت وبدأت اشوف شغل البيت والاكل والشرب العادي بتاع كل يوم. وبعد شوية لقيت واحدة من البنات قدامي في المطبخ بتقولي صباح الخير يا ماما. قلت لها صباح النور يا حبيبتي، اعمل لك حاجة تاكليها؟ قلت اه يا ماما يا ريت انا ما فطرتش الصبح خالص. قلت لها عناية يا قلب ماما حاضر. قالت لي انا هدخل اغسل وشي لحد ما تخلصي بقى. البنت راحت، عملت الفطار وجهزته لها علشان منين ما تيجي تاخده. تستنى نص ساعة ساعة، وقت جري وسرحت مع الغدا ونسيت. ولما افتكرت بعد حوالي ساعة وشوية طلعت من المطبخ بدور على البنت وبنادي عليها، ما لقيتهاش في الشقة. دخلت اوضتهم يمكن رجعت نامت تاني، برضه ما لقيتهاش. اروح الحمام الاقيه فاضي، بقيت انادي عليها في الشقة واجري في كل حتة. بنتك الصبح اختفت من الشقة. صحيوا البنتين التانيين على صوتي وانا عمال انادي واجري في الشقة هنا وهنا. ميروت اتكلمت وقالت انا اسفة. قلت لها على ايه؟ وديتي بنتي فين؟ قالت لي انا حلمت ان بابا دخل الشقة واخد بنتك وهي مسلمه له نفسها وخرجت معاه. قلت لها يعني ايه؟ بنتي اتخطفت. كلمت بنتك التانية وقالت لي اهدي بس يا ماما، تلاقيها نزلت تجيب حاجة وراجعة يعني. حكيت لهم اللي حصل من شوية، فقالت لي خير يا ماما ما تخافيش خير. فضلت قاعدة راسي توديني وتجيبني. اكلمكوا طب اخليكوا تسيبوا الشغل ولا اتصرف انا؟ لقينا ميروت دخلت الحمام من نفسها وقفلت على نفسها الباب وهو مضلم، وبعد كام دقيقة سمعناها بتتكلم من جوه. الكلام ما كانش واضح، بس اللي كانت بتقوله انا ملهمش دعوة، انا سيبهم، لا كويسين، هرجع، رجعها، سيبهم، سيبها لهم، انا هرجع، لا سيبه في حاله، رجعها وانا هرجع. بدأ يطلع صوت عياط من الحمام، والعياط ده كان عياط بنتك. قمت وقفت وانا جسمي كله بيترعش من الرعب، لحد ما لقيت باب الحمام بيفتح وبتخرج ميروت وفي ايديها بنتك. بدأت اعيط وجريت على البنت، حضنتها وهي مسكت فيا ومنهارة وشكلها يرعب. بنتك وشها اصفر، هدومها مطربة متلجة بتترعش. كل اللي عملته وهي في حضني انها قالت لي مشي البنت دي من هنا، مشي البنت دي من هنا، البنت دي تخوف، البنت دي وابوها مخاويين جن، ابوس ايدك ابوس ايدك يا ماما مشيها من هنا مشيها. بصيت للبنت ساعتها اللي كانت نظرتها باردة وهادية قوي، وبكل هدوء لقيتها اتحركت ناحية باب الشقة، فتحته وخرجت. لما هديت بنتك ومسكتها من دماغها لقيت دماغها كانت متعورة ودراعها متخربش. جريت لفيت دماغها ودراعاتها لما هديت بدأت تحكيلي عن اللي حصل. قالت لي يا ماما أنا دخلت الحمام، كنت واقفة قدام المراية بغسل سناني ومعرفش ايه اللي حصل. لقيت الحمام ضلم فجأة ونور الشمس مبقاش يدخل من الشباك حتى. رحت افتح الباب حسيت بحد ورايا، وانا لسه بلف لقيته كتم بقي وشالني دخلني في ركن الحمام. كل اللي كنت سامعاه صوت جنزير، عيل صغيرة بتعيط، حاسة اني متشالة على كتف حد وملفوفة في حاجة مغطياني من رجلي لدماغي، مشلولة ومش قادرة حتى افتح بقي او اصرخ. فضل اللي شايلني ده يتحرك لحد ما وقف فجأة، بكل قوة رماني على ارض ضيقة. لما وقعت بقيت احرك جسمي يمين وشمال، وكنت بلاقي ان انا متحوطة بحيطان من كل حتة. الوحش في كل ده ما كانش اللي حصل، الوحش اني حسيت بحاجة بتترمي على جسمي، حاجات ملزقة منها الناشف ومنها الطري، لحد ما بدأت اقطع بضوافري في اللي كان مغطيني، وقدرت افتح فتحة صغيرة قدام وشي خلتني اقدر اتنفس بيها. بصيت بعيني من الفتحة دي ولقيت ايه اللي بيترمي عليا. كان بواقي جثث يا ماما، بواقي جثث، امعاء ولحم وعظم، اجزاء بني ادمين بتترمي عليا. لا، كان اجزاء اطفال. معرفش كنت المفروض اخاف من ايه، من اللي بيترمي عليا، ولا اني كنت متكفنه، ولا اني كنت في تربه. كل اللي بقيت اعمله اني بقيت اصرخ واتنفض في مكاني، لحد ما لقيت دماغ طفل وقعت عليا وبقيت عينه في عيني، دماغه مشوهة ولحمها متشال من الوش. خلال تنطيطي وصراخي لقيت ايد مسكت في رقبتي، ولقيتني متعلقة من رجلي زي الدبايح في مكان ضلمة، ولقيت صوت بيقرب من ودني وبيقول لي بنت ببنت، بنتي ترجع، انتي ترجعي، ومن بعدها أغمى عليا. صحيت تاني في نفس الضلمة، صوت رجليه اللي بتقرب بسرعة هو اللي صحاني. مسك وشي بإيده وبكل قوته زقني على ورا. لقيت نفسي خبطت في الحمام بتاعنا على الأرض، والبنت دي كانت بتتكلم مع حاجة أنا مش شايفاها. أنا مش عارفة أنا إزاي لسه عايشة، معرفش. فضلت البنت تعيط في حضني لحد ما نامت. أختها كانت قاعدة وقالت لي إحنا لازم نطلع من الموضوع ده يا ماما، الموضوع ده شكله أكبر مننا، ولو اتدخلنا أكتر من كده هنتأذي. أنا بقول لما سليمان وبابا يرجعوا نحكي لهم على اللي حصل وخلاص نقفل على كده بقى. اتكلمت أنا وقلت لها أبوكي وأخوكي لو عرفوا اللي حصل مش هيسكتوا، هيجيبوا رقبة الراجل ده. قالت لي ما احنا مش هنقدر نخبي وشكل أختي عامل كده. قلت لها من هنا لحد ما يرجعوا هنشوف هنتصرف ازاي. كمل اليوم عادي، وبعد أذان العصر بشوية النور قطع. بنتك اللي كانت نايمة في حضني ورايحة في سابع نومة قامت فجأة، نطت من مكانها وهي بتنادي على أي حد فينا. أختها كانت معاها وأنا كنت في المطبخ بعمل الأكل. نورت شمعة من عندي وناديت على البنات أطمن عليهم، وردوا فعلا. أخدت الشمعة واتحركت ناحية أوضتهم. أول ما دخلت أوضة البنات حد نفخ في الشمعة قفلها. قلت لهم انتوا فين؟ بنات. محدش رد. يا بنات يا بنات رحتوا فين؟ مفيش حد. بدأت أمد إيدي في الضلمة أحاول أوصل لأي واحدة منهم، ملقتهمش. باب الأوضة اترزع ورايا وسمعت صوت هبد من جوه الحمام، وصوت البنات بيعيطوا ويصرخوا من جوه. بقيت أخبط على الباب وأزقه والباب مش عايز يتحرك من مكانه. بدأت أستعيذ بالله من الشيطان وأذكر الله، وساعتها حسيت بنفخ في وشي، نفخ سخن شديد في وشي عايزني أسكت مكملش. اترجع بظهري من النفخ اللي في وشي لحد ما ايد مسكت رجلي كانت خارجه من تحت السرير، سحبتني وقعتني على الارض. وفي عز الضلمه بقيت شايفه عيون طالعه من تحت السرير بتبص عليا، عيون ظاهره في الضلمه كلها بتبرقلي بتبصلي بغضب. فضلت اتسحب واتشد تحت السرير وانا بحاول اقاوم، عمال اقول يا رب انجدني يا رب انجدني. كل اللي حصل وقتها اني لقيت حد جرى عليا مسكني من دراعي، بدأ يشدني هو كمان، وبقت ايد بتشدني من رجلي وايد بتشدني من دراعي بتنجدني من اللي كنت فيه. كل اللي عملته اني بقيت اشد نفسي مع اللي ماسكني من دراعي لحد ما قدرت افك رجلي اخيرا. ووقفت من تاني ولسه هتكلم لقيت اللي كان واقف ده جرى على الباب كسره وخرج بره. النور رجع ساعتها، طلعت بره ولسه هروح الحمام الحق البنات لقيت الكراسي بتتحدف عليا، الكراسي بتتحدف والترابيزه بتتزق علشان تمنعني اوصل لهم. الكوبايات والاطباق بتتحدف من المطبخ على بره، وزي ما يكون زلزال ضرب الشقه. بقيت مش قادر اقف ولا امسك في حاجه من كتر ما كل حاجه بتطير وبتتحدف. وقعت على الارض وانا شايفه حاجه من الناحيه التانيه من الترابيزه. رجول كتيره، رجول كتير لناس بتجري في الشقة. ولما بدأت أشوفهم بدأ نور الشقة يروح ويرجع مرة تانية. أنا عايز أتكلم بس ما بقتش قادر من الرعب واللي بيحصل. بقيت أقاوم وأقوم عشان بناتي، بحاول أتحرك عشانهم. بناتي في الحمام الله أعلم فيهم إيه. اتسندت على الكرسي لقيته بيتجر وبيتحدف بعيد، كل حاجة بمسك فيها بتطير. ولما وصلت قدام أوضتي اتسحبت من جسمي واترميت جواها واتقفل الباب عليا. قمت من مكاني ناحية الباب عشان أزقه، لقيت الدولاب وقع قدامي. بصيت على المراية شفت واحدة واقفة جنبي مبرقالي، كانت هي نفس البنت، لكن كانت من غير عين وشكلها شبه الأموات. كانت زي ما تكون بتحذرني من حاجة، بتحذرني إني مخرجش من الأوضة. إزاي عرفت؟ لقيتها بتمسك دراعي في انعكاسي في المرايه بشكل انها بتحاول تقولي افضل مكاني هنا وما اتحركش. قلت لها ازاي بناتي بيموتوا؟ اتكسرت المرايه في وشي ودي كانت اخر حاجه شفتها. بعدها صحيت عليك انت وسليمان لما جيتوا لحقتونا. اتكلم والدي وقال لي كفايه علينا لحد كده يا سليمان، خلاص الراجل مات وخلصنا منه وملوش داعي انكش وراه، وكفايه اللي امك واخواتك شافوه. الله اعلم هيكونوا حمل حاجه زياده زي كده ولا لا. قفل الموضوع يا سليمان. وقتها كل اللي اقدر اقوله لك اني سمعت كلام والدي بالفعل، سمعت الكلام وما روحتش لصاحب البيت، وعدى كام يوم عادي مفيش اي حاجه فيهم غير الجنازات اللي بتزيد في المنطقه، لدرجة ان اسوان العزا ما كانش بيتلم. كل يوم كان طفل او بنت او ست او راجل او شاب او حد عجوز، كل يوم حد بيتاخد وكل يوم حد بيموت مننا، لكن كان التركيز الاكبر على الاطفال بشكل غريب شوية. بس اقولك ايه، ما كناش بنتكلم، كنا بنقول قضاء الله وقدره، ما اكيد مش كل حاجة هنلزقها في راجل مات خلاص. او ممكن اقولك ان ده اللي كنا بنحاول نقنع بيه نفسنا. بقت المنطقة بتاعتنا في حالة حداد مستمرة. أمي وإخواتي حالتهم النفسية كانت زي الزفت، خصوصا أختي اللي اختفت يومها. إخواتي بقوا يخافوا من الحمام، يخافوا يدخلوه، وساعات بيخافوا يعدوا بس من قدامه. والدي قرر إيه؟ والدي قرر إنه ياخدنا كلنا ونسافر أسبوع 10 أيام في أي حتة نغير جو ونحاول نهدى ونرتاح، رغم من شدة السقعة والبرد وقتها، لكن ابويا كان عايز يتحرك باي شكل وخلاص. بس انا ما كنتش عايز بصراحه، لا كنت حابب ولا قادر، وبرضه ما حبيتش ان الدكان يتقفل كل المده دي. كان والدي هيوقف حد معرفه فيه لحد ما نرجع، لكني قلت لوالدي اني هفضل موجود هنا وهم يروحوا. اعترضوا ما عجبهوش الكلام، لكن في النهايه قدرت اقنعه بحجه الشغل ووافق. يوم ما مشي والدي كان باصص لي بصه كانه مش مرتاح لي، قلبه كان حاسس ان ابنه مش هيعدي الموضوع. وقبل ما يمشي وقف وحط ايده على كتفي، طلع من جيبه مفتاح اداهولي وقال لي ده مفتاح المسجد، انا اخدته من الشيخ عشان لو حصل حاجه. قلت له حصل حاجه زي ايه؟ قال لي معرفش، خليه معاك وخلي بالك من نفسك. اه وزي ما قلت لك يا سليمان، ها خلينا في حالنا. سكت وما قلتلوش حاجه لان كفايه اللي مروا بيه فعلا. وعدى أول 3 أيام أو 3 4 أيام والدنيا ماشية بطبيعية شديدة، بروح شغلي وبرجع البيت أحضر أكلي وأنام، لا كوابيس ولا قلق ولا حاجة في البيت. بس البيوت اللي حوالينا الوضع فيها ما كانش بنفس الهدوء. اللي عرفته ساعتها إن زي ما الدنيا كانت بايظة في بيتنا، كانت بايظة في بيوت كتير قوي حوالينا. الموضوع كان في ليلة اتفزعت من النوم على اصوات جري في العماره وخبط على كل الشقق على حوالي الساعه 3 الفجر مثلا. قمت فتحت بسرعه لقيت الناس بيقولوا شقه مجدي بتولع، شقه مجدي بتولع. مجدي ده جارنا اللي في الخامس. طلعت جري بسرعه اشوف في ايه، لقيت الناس كلهم ملمومين وبنت عم مجدي بتعيط ومنهاره، والناس بيحاولوا يمنعوها من انها تدخل الشقه اللي كانت بتولع بشكل مرعب. النار جوه كان لونها احمر كانها حمم بركانيه مش نار. ولما سألت عن عم مجدي عرفت انه للأسف النار اكلته هو ومراته وابنه الكبير. البنت قالت انهم كانوا نايمين عادي وصحيت فجأة على ابوها بيجري في الشقة والنار ماسكة فيه بتسلخه، بيحاول يطفيها لكنه مش عارف. ولما خرجت من اوضتها بسرعة وشافت النار كانت بتاكل في جثة والدتها كمان. اخوها شدها رماها بره الشقة وهو بيحاول يطفي النار من على ابوه، لكن النار كانت مسكت فيه هو كمان ومسكت في باقي الشقة كلها. وعلى حسب رواية البنت انها شافت زهير خارج من حمام البيت وسط النار واتقفل باب الشقة لوحده. ساعتها لقيت الناس عمالين يضربوا كف على كف، واللي عيط على الموقف، واللي يجري على بيته من الخوف لا يكون حصل نفس الحاجة في شقته وفي بيته. بدأوا يتكلموا عن الحاجات الغريبة اللي بتحصل في بيوتهم من غير أي تفسير، اللي ابنها نزل مرجعش، واللي مراته انتحرت فجأة، واللي دخلت على بنتها لقيتها عايزة ترمي نفسها من الشباك، واللي اتجنن وقتل أمه وبعدها قتل نفسه. يعني أشوف كل ده واسكت؟ ولو سكت الدور اللي جاي هيكون على مين؟ أنا هقتل نفسي بقى، ولا هقتل أهلي، ولا أهلي هيخلصوا على بعض؟ ده اللي أنا فكرت فيه وقتها. قلت في دماغي إن أنا مينفعش أسكت، مينفعش أسكت. موضوع طلع إنه مش موضوع نكش، مش موضوع نكش ورا حاجة مجهولة. الموضوع بقى تهديد لحياتنا، مش تهديد، احنا بالفعل بنموت. عملت ايه؟ تاني يوم كنت واقف قدام باب شقة صاحب العمارة بعد الشغل، وللحديث بقية.